عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اول مره غتشوفوني واقفه في الكوزينه، ما كيعنيش انني ما حد قاش ولا ما كنعرفش نطيب، غير عمري ما شاركت معكم شي فيديو ديالي في الكوزينه كنطيب. سينو اليوم يلا دخلت من الخدمه، الصراحه ما في اللي بقى واقفه بزاف في الكوزينه، داكشي علاش غادي ندير واحد لا روسيت سهله اللي شفتها في تيك توك واللي شفت بزاف كيهضروا عليها، بزاف اللي جربوها، قلت بوركوا با اوسي نجربها معكم، نجربها اوسي اول مره غادي نديرها. اي اوسي كاين بزاف اللي ما عزيزش عليهم تيك توك واللي ما كيتفرجوش فيه، يقدروا ما يكونوش عارفين هاد لا روسيت، فهذه مناسبه انهم يعرفوها ويجربوها. وكاين بزاف اللي تفرجوا فيها ولكن ما كانوا مترددين باش يصايبوها واش زوينه لا، فانا اليوم غادي نجربها وغادي نقول لكم كيفاش غادي تجي. اول حاجه غادي نوريكم المكونات. الصراحه ما كنعرفش ندير هاد لي فيديو ديال الماكله، فقبلوا عليا على هادشي اللي كنعرف. اول حاجه هي فرماج فيتا، الملحه والبزار، الثومه اللي ماشي ضروريه، انا كتعجبني الثومه، الزعتر، وإلا كان عندكم الزعتر ديال المغرب فغيكون احسن من هذا، طوماط سيريز، زيت البلديه، و لي بات لي ماكاروني على حساب كاينين الجعبات، المهم كل واحد وشنو كيقول ليهم، المهم هما لي بات صغار. اي اوسي الى عندكم البازيليك تيبنن لي بات تقدروا ديروهم الا بغيتوا ديروهم، انا ما عنديش، ما شريتهمش، نسيتهم، اي اوسي خدمت بهادشي اللي عندي واش في الدار. هي غادي ندير الماء يغلى، اي غادي نوجد لا غوسيت ديالي. اول حاجه غادي نديروها هي لي طوماط، غادي نحطو مطيشه، انا عزيز عليا تكون لاصوص كثيره، داكشي علاش بيتيت كثرت لي طوماط. ابري كنديرو الفيتا، عندي وحدة ابري كنزيدو الزيت، ابري كنديرو الملحة، المهم الملحة على حسب كل واحد والقياس ديالو، انا الصراحة ما كنملحش بزاف، جو بريفير حتى الاخر، و الى جاني مسوس نزيد الملحة، ديكو اصلا ما كناكلش ملحة بزاف. اي البزار، الثومه كما قلت لكم الثومه ماشي ضروريه، انا كتعجبني الثومه ديكشي علاش غادي ندير الثومه. اي اخر حاجه هي الزعتر، كما قلت لكم ماشي ضروري، اللي كيعجبو يديرو، سينو تقدروا ديروا البازيليك. اي غادي نديرو في الفران 25 مينوت. حاجه هي ندير الوقت باش ما ننساهش، كومسا نقدر نمشي نقضي شغلاتي، ومنين يوجد غادي تصوني ليا. بارفي، غادي ندير لي بات، الماء غلا ديجا، غادي ندير شويه د الملحه، اي غادي ندير لي بات كنعبرهم بهاد الزلافه باش نعرف القياس ديالي، سينو كل واحد يدير القياس اللي بغا. باش ما يلصقوش ليا لي بات، وهكا سيداتي سادتي نكونو درنا العشاء ديالنا يطيب، ونمشيو نجمعو
نسهلوا الدنيا شويه، نشوفوا شنو خصنا نديروا، شنو خصو يتقعد على ما يوجد. 25 دقيقه غيكونوا لي بات تسلقوا. كنظن ان المطيشه غتكون ذابت مع الفيتا، فغادي نشوفوا وغادي نشوفوا الريزلت كيفاش غتخرج. قولوا لي كيف جيتكم في الكوزينه، جاتكم البريزونطاسيون ديال المقادير، كيفاش شرحت لكم لا غوسيت، واش مزيان نكمل في هذا الشيء اولا نرجع في الحوايج وداك الشيء اللي كندير. يلا نرجعوا من بعد 25 دقيقه. ابري اكزاكتومون 35 مينوت باسكو دازت 25 لقيت مازال الفيطه قاصحه شويه. الوغ 35 مينوت جدات غادي نحيد الثومه اللي درت اللي كانت باقا بالغشا. ديجا الغشا كيتحيد فاسيلمون اي كتنعكوهم. اي ابري غادي نزيد لي بات. غادي نديرو شويه ديال لا ديكوراسيون. نو مامي نو ديالي هادي ماشي ديالك. اي دابا ندوقو الوصفه كيفاش جات، واش تستاهل ولا لا. بسم الله. باش نتأكد جيم بيان بنينه، فيها البنه حامضه شويه سي نورمال، فيها مطيشه. لو كو ديال مطيشه والفيتا جبنين، الملحه بارفيت. كنصحكم ما ديروش الملحه بزاف حيت الفيتا دي ديجا مالحه. انا نسيت الفيتا مالحه، اوغوزمون درت غير شويه الملحه، جات بارفيت. الزعتر ما جاش المذاق ديالو قاصح بزاف، اي عاد كوكال البازيليك كان غادي يبدل لوغو، مي سينو ترو ترو ترو. تجربوها كيما شفتوا ما فيهاش بزاف ديال المقادير، وكتوجد في 35 دقيقه. ميم با كتخلطوها في 10 دقائق وكتخليوها طيب في 35 دقيقه، واجده بنينه سهله مانيفيك. غير ما تكثروش فيها في الليل حيت راه حنا عارفين لي بات شنو كيديروا. مي بصراحه جايه نادير ميرسي تيك توك، صراحه شحال من حاجه تعلمتها فيه. اي الى عجبكم الفيديو خليو ليا كومونتير، كوم سا نبقى نشارك معكم لي فيديو الصغار اللي كنشوف تيك توك، كوم سا تقدروا تجربوهم. باي باي. اول حاجه غادي نوريكم ديسون. غير شويه ديال الخضوره كتجي مع الغوج. نو نو مامي نو ديالي هذه ماشي ديالك.